ماده معلوماتيه يعني، يعني انا اتصور انها مجرد تكهنات ومحاولات قراءه من قبل يعني بعض المصادر الاعلاميه، لكن بالتاكيد ان الملف الايراني سيكون حاضرا في مباحثات روبرت جيتس المنطقه سواء في السعوديه او في غيرها. وهو في هذا لا يمثل توجها امريكيا او رغبه امريكيه، لكنه يمثل موقف العالم، كان الرؤيه انقسمت الان، كان يعني حتى باقل الاشكال ايجابيه مع العالم، وتركت ذلك وراء ظهرها واتجهت لتاخذ هذا الموقف الصدامي. فالمساله ليست امريكيه وليست خليجيه، المساله موقف يتخذه العالم باكمله يعني امام هذا التعنت الايراني. طيب يعني هل تريد ان تقول ان الرياض ستكون متجاوبه مع ما يطلبه وزير الدفاع الامريكي منها، خصوصا بالنسبه لاستصدار قرار عن مجلس الامن؟ سمعنا هذا الكلام، وانه يريد مساعده السعوديه في ذلك. هل السعوديه هي في هذا الاتجاه؟ السعوديه ليست مستجيبه لقرار او لمطالب وزير الدفاع الامريكي، لكن السعوديه ضمن المجتمع الدولي تتاثر به وتؤثر فيه، والمجتمع الدولي الان كله يقف موقفا تجاه ايران وتجاه التعنت الايراني. لا يمكن يعني، وهذا ليس فقط موقف السعودية، موقف كل دول الشرق الأوسط. يعني على كل حال موضوع المجتمع الدولي مسألة أخرى، نتحدث عن السعودية وعن دورها باعتبار أن الرجل زار السعودية لهذا الغرض الذي تحدثنا عنه. بس اسمح لي، لم يزر السعودية فقط، هو ومختلف المسؤولين الأمريكيين يقومون بزيارة إلى مختلف أنحاء العالم، وليس فقط الأمريكان، هناك مندوبون من فرنسا ومندوبون من بريطانيا ومندوبون من مختلف دول العالم، يجوبون كل دول العالم ايضا. سأعود اليك سيد الامير، ابقى معنا لو سمحت، ويمكن ان تتابع سياق الحلقه على الاقل. دكتور حافظ، اعود اليك. يعني وزير الدفاع الامريكي عندما يؤكد للمسؤولين السعوديين، واكد هذا الامر على كل حال بالعلن، ان سياسه الحوار او سياسه او نهج الانفتاح الذي كانت الولايات المتحدة تريد أن تجربه مع إيران انتهى، الآن هم في نهج آخر، هم في نهج الضغط. هل تعتقد بنهج الضغط الذي يمارس الآن يمكن أن يحصدوا ما لم يحصدوه على مستوى الحوار الذي يقولون أنه كان سياسة حوار؟ يعني هو بالفعل يعني أي حوار، عن أي حوار يتكلمون، أي نهج انفتاح، يعني لم يتغير الخطاب الأمريكي منذ أن أتى أوباما إلى الحكم عن ما يقوله جيتس أو بايدن أو هيلاري كلينتون إلى آخره. نفس الكلام، وإن كانت النبرة قد تختلف، ولكن نفس المضمون، نفس السياسة لم تتغير. أعتقد الموضوع في الولايات المتحدة تواجه أزمة مصداقية لمواقفها. عندما نتكلم عن نشر درع صاروخي وقائي في المنطقة، طب صواريخ باليستية يريدون تقديمها، نعم، بعضهم ساحبين الصواريخ الباليستية من بولونيا، يعني بدون يعني قضية نشر هذه الصواريخ عملية مكلفة، اللهم إذا يريدون العرب أن يتحملوا هذه الكلفة، وهذا لا أعتقد يعني ممكن في ظلال هذه الأزمة الاقتصادية المالية العالمية، يعني لا أعتقد أن كلفة هذه الصواريخ قد تتحملها الدول المنطقة، وبالأكيد لم تتحملها الولايات المتحدة، لأنها لم تتحمل نشرها في بولونيا. لكن هم سربوا أن الولايات المتحدة وعدت بتسريع بيع أسلحة للمملكة ولدول خليجية أخرى بمليارات الدولارات، يعني طبعا هذه طلبات سبق أن تقدمت بها هذه الدول. هذه الإشارات يعني نريد أن نتوقف عندها. هذه إشارات لا تغني عن جوع ولا تسمن. يعني في الماضي باعت أسلحة متطورة للمملكة، صحيح، ولدول الخليج، ولم تؤدي الى اي تغيير في ميزان القوى. نعم، لان هذه الدول لم تقاتل، يعني ولا تستطيع، يمكن ان تورطها اكثر برايك. تورطها. وانا قناعتي ومعلوماتي حسب ما عم بفهم من المصادر اللي عم نتصل فيها، انه ليسوا بهذا الوارد، يعني هم سيستمعون الى جيتس، سيستمعون الى الامريكان، سيستمعون لما يسمى بالمجتمع الدولي، ولكن لا يريدون ان يتورطوا في معركه اخرى. يعني معركه العراق عم يحاب تساهم المملكه بشكل جدي في اخماد النار. نعم. لا تريد ازمه اخرى في افغانستان،
ولا تريد أن تتطور الأمور إلى أسوأ في باكستان. حاولت وأهدأت الوضع في اليمن. هنالك مناخ للتهدئة. هذا الكلام والذي يأتي به جيتس لن يساهم في التهدئة، يساهم في التأجيج، وهذا على تناقض مع التوجهات اللي لمسناها وقرأناها في هذا. سأبقى في هذا السياق لأتحول إلى طهران وإلى السيد حسين شيخ الإسلام مجددا. سيد حسين، الأمريكيون يعتبرون في السياق الذي نتحدث عنه الآن أن تعزيز القدرات العسكرية لدول الخليج الفارسي يشكل رسالة قوية لإيران ردا على برنامجها النووي والصاروخي. ما واقعية هذا الكلام برأيكم؟ من أنكم موجودون في لبنان، سوف أوضح نقطة. الأمريكيون والأوروبيون كانوا يقصدون بأن يدافعوا عن إسرائيل مقابل صواريخ حزب الله. هل استطاعوا ذلك؟ هل استطاعوا أن يوقفوا صاروخا واحدا لحزب الله؟ هل في كل مرة كان يقرر السيد حسن نصر الله أطال الله في عمره أن يتخذ قرارا لم يكن الإسرائيليون يستطيع أن يقفوا أمامه؟ ولو جميع الإمكانيات الأمريكية وضعوها تحت تصرف إسرائيل أمام صواريخ حزب الله، هل سوف يوفقون في منطقة الخليج الفارسي أيضا؟ أنا أطرح هذا السؤال. كلا، لا يمكنهم ذلك. هناك أموال لدى السعوديين، يريدون الأمريكيون أن يأخذوا تلك الأموال منهم وأن يذهبوا بهذه الأموال إلى اقتصادهم. وأنا أستغرب من تصرف السعوديين، يريدون أن يضعوا مصير أمتهم بيد الأمريكيين. هل نحن أعداء للسعوديين والإسرائيليون هم أصدقاء السعوديين؟ هذا الخطأ الذي ارتكبه شاه إيران في الوقت الذي كان العرب يحاربون إسرائيل، كان الشاه كان منحازا لإسرائيل، ولكن الشعب الإيراني المسلم اتخذ موقفا واضحا ضد شاه إيران. والآن الشعب السعودي هو أقل شأنا من الشعب الإيراني. كلا، هل تقبلون بأن الموارد الإسلامية أن تستفاد ضد دولة إسلامية أخرى؟ لا أعتقد ذلك. لقد ارتكب السعوديون هذا الخطأ في الحرب التي فرضها صدام على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعد ذلك اعتذروا لإيران. والآن أين صدام؟ سيد حسين، يعني حتى نبقى في إطار الموضوع الذي نعالج، وطبعا نركز نحن الآن على زيارة وزير الدفاع الأمريكي وفيما يرتبط بالرسالة القوية. على كل حال، تطورات الأمور للمستقبل يمكن أن تجيب على هذه المواقف التي يطلقها المسؤول الأمريكي. اسمح لي الآن نتحول إلى الرياض مجددا، وإلى يحيى الأمير يسمعنا. سيد الأمير، تسمعني؟ طيب، الهدف كما قيل وكما قال بالتحديد المتحدث باسم البنتاغون، الهدف من تعزيز التعاون العسكري، مع أنك قلت أنها شائعات ربما ليست واقعية ولا تملك معلومات حولها، إنما هو يقول الهدف من تعزيز هذا التعاون مع الدول العربية في الخليج الفارسي هو موازنة التهديد المتزايد الذي تمثله إيران. هل فعلا هكذا يمكن أن نوازن بين الموقفين، بين الموقعين؟ اولا، انا ما اتصور هو ان هذه الرؤيه التي سادت وتسود في الخليج العربي رؤيه مهمه جدا، بل يجب ان تكون استراتيجيه. يجب ان تتجه كل دول الخليج لان تتقوى عسكريا وتطويريا في صناعتها الحربيه، لتمثل فعلا حاله من الموازنه وحاله من التوازي التسلحي مع طهران، لأن طهران هي التي تسن الآن سباق التسلح في المنطقة وتخالف بذلك كل الاتفاقيات الدولية. ثانيا، الخليج العربي جزء من المجتمع الدولي، وعلاقته بالمجتمع الدولي تفرض عليه أن يقرأ مصالحه أولا في ضوء ما يحتاجه الخليج العربي من أمن واستقرار بكونه